السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل في ورد حديث في فضل الإمامة في الصلاة؟ لا أعلم إلا دعوات أهل الإيمان أنهم يسألون ربهم أن يكونوا أئمة بصفة عامة، واجعلنا للمتقين إماما، إني جعلك للناس إماما، الرسول كان إماما. ورد حديث اللهم أرشد الأئمة، وفي سنده بعض المقال، هذا الذي عندي في الباب. طب هل الأذان أفضل من الإمامة ولا الإمامة أفضل من الأذان؟ الإمامة أفضل لأن الله اختارها لرسوله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.